في أجواء من الفرح والسرور احتفلت كلية علوم الصحة البشرية التابعة لجامعة أنجمينا بتخريج الدفعة الأربع وعشرين من الكلية البالغ عددهم مئة وسبعة وأربعون خريجا خمسة منهم أطباء نساء وتوليد هؤلاء الحائزون على مراتبهم المتفاوتة في مجال الطب رأوا ثمار علمهم الذي حصدوه بعد سنين عدة. هذه الدفعة سميت بدفعة البروفيسور شواء شومي وفي هذه المناسبة قدم ممثل الخريجين كلمة شكر فيها كل من ساهم في تخريج هذه الدفعة التي سهرت وكدت للوصول إلى هذه اللحظة التي طالما انتظرها كل حال مثابر من جهته البروفيسور شواء شومي حث الخريجين على ممارسة عملهم الطبي بشكل جيد وأن يكونوا على قدر المسؤولية التي حملت لهم رئيس الجامعة أنجمينا بروفيسور محمد صالح دوسة أشاد إلى أن منذ فتحهم إلى قسم الطب بجامعة أنجمينا تخرج عدد كبير من الأطباء على أيدي مختصين في مجال الطب، وطلب من المحتفى بهم الالتزام في أداء مهنتهم النبيلة في كافة المرافق الصحية، ممثل وزير التعليم العالي البحث العلمي والابتكار عثمان محمد آدم أن هذه الدفعة تصف تقدم تشاد في المجال الطبي. اما من ناحيته وزير الصحه العامه والوقايه الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال ان هذه الدفعه ستزيد من عدد الاطباء في المستشفيات والمراكز الصحيه في كافه القطاعات الصحيه